أنا بحب أشكر الدكتور عمرو والدكتور باسم على الدعوة الكريمة، وبهنيهم على نجاح المؤتمر، وكالعادة يعني كل سنة في تقدم وازدهار إن شاء الله يعني. وشكر للدكتور اللجنة المشاركة على التنظيم والتعب معانا في اليوم ده. النهاردة هتكلم على ألوبيشيا أب تو ديت، ونركز النهاردة في المحاضرة عشان في هدايا من شركة بيوتي أند بياند. تمام؟ طيب النهارده هنتكلم على الالوبيشيا ارياتا اب تو ديت. اور اوبجكتيف النهارده اوفر فيو اوف الالوبيشيا ارياتا، باث وفيسيولوجي اوف الالوبيشيا ارياتا، ريسنت تريتمنت ان الالوبيشيا ارياتا. الالوبيشيا ارياتا زي ما كلنا عارفين ده اتيز اوتو اميون ديزيز وير ذا اميون سيستم باي ميستيك اتاك هير فوليكل ريزلتنج ان هير لوس. الكوز بتاعها نوت انون ستيدي ستيل اب تو ناو نوت في مفيش ديفينيت كوز للالوبيشيا ارياتا، بط هو يعني عباره عن كونتريبيوشن من ميجور فاكتور زي الجينيتك وانفايرمنتال فاكتور. بريفالنس الالوبيشيا ارياتا افكت 200% اوف جلوبال بوبوليشن ويتش هاي بريفالنس ان شيلدرن، وده كلنا بنشوفه في البراكتيكال بتاعنا ان احنا دايما الالوبيشيا ارياتا بنشوفها اكتر في الاطفال اكتر من الكبار. مور كومن ان فيميل سبيشالي ذوز ويز ليت اونست ايج اباف 50. كلينيكال برزنتيشن اوف الوبيشيا ارياتا اند دايجنوز. اول حاجه لما بيجي لنا عيان بتاع الالوبيشيا ارياتا اول حاجه بنبص على الباترن اوف هير لوس. الباترن اوف هير لوس في الالوبيشيا ارياتا ليه كذا برزنتيشن، وعشان نعرفهم بالترتيب في كلاسيكال برزنتيشن اللي احنا كلنا بنعرفهم، وفي رير برزنتيشن اللي هنتكلم عليهم النهارده. الكلاسيكال برزنتيشن اللي هم الباتشي الوبيشيا والوبيشيا توتاليس والوبيشيا يونيفرزاليس اوفايسيس سي سافو عكس الاوفايسز زي في الصوره دي الاوفايسز ودي سي سافو. تمام؟ سي سافو بيكون الهير لوس في الاوفايسز، الهير لوس بيكون في التمبرال وبرايتال اريا اوف ذا سكالب، في السي سافو بيكون سنترال وبريزيرفد للبرايتال اند تمبرال اريا اوف ذا هير. بعد كده في رير برزنتيشن اوف الوبيشيا ارياتا زي الاكيوت ديفيوز اند توتال الوبيشيا ارياتا، ده العيان بينام ويصحى بيلاقي شعره كله وقع، وده بيكون ليه فيفربل بروجنوزز، البروجنوز بتاعه بيبقى كويس. في نوع تاني اسمه ماري انتنويت اند تومسون موري سندروم، ده بيبقى مميز ان هو العيان بيصحى ينام يصحى يلاقي شعره بقي لونه ابيض. تمام؟ وده هيبقى فيه امبليكيشن بتاعه في الباثوجينيز زي ما هنتكلم اهو زي الصوره دي والصوره دي. تمام؟ ان هو العيان بينام ويصحى يلاقي شعره ابيض يعني. هنا يعني اللي حصل هنا ان هو الاميون سيستم اتاكت البيجمنتد هير وساب الوايت هير او الجراي هير، عشان كده هو البرزنتيشن بتاع العيان ده بيجي بالشكل ده. وبعد كده الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتو. تمام؟ دي كان اول كلام عنها سنه 1987 خلاص، ودي بتشبه الاندروجينيتك الوبيشيا، عشان كده بيبقى البرزنتيشن بتاعها مختلف، ودي احنا ممكن نتعامل معاها كانها اندروجينيتك الوبيشيا وما بيكونش العيان اصلا بيتحسن، فلازم تشينج اوف ايه ثينكينج. طيب البوينت الثانيه بعد ما عرفنا الباترن اوف هير لوس الاكزامينشن، بنبص على الاكزامينشن بنبص على الكلاسيكال تايب اللي احنا قلنا اللي احنا كلنا بنشوفهم والرير تايب اللي احنا اتكلمنا عليهم. تمام؟ الحاجه الثالثه نبص عليها اللي هو النيل فايندنج، دي دايما في اي عيان الالوبيشيا ارياتا وخاصه في الحالات السيفير زي الالوبيشيا توتاليس والالوبيشيا يونيفرزاليس والسيسافو والاوفايسز لازم بنبص على النيل، نبص على النيل تشينج ساتش از ترايكونيكيا ولونجوتودينال ريدجنج وديستراكشن اوف ذا نيل، ان بيبقى في 30% من البيشنت دول عندهم نيل افكشن. الحاجة الثالثة اللي بتساعدنا اللي كان بيتكلم عليها الدكتور أحمد نوح ومعتز بيها اللي هو الدرمسكوب أو الترايكوسكوب، إن احنا بيساعدنا برضو في الحالات الرير زي الحالة اللي هو الألوبيشيا رياتا انكوجنيتو. تمام؟ دي احنا لا يعني في الكلينيكال صعب نشخصها إن هي دي ألوبيشيا رياتا إلا إذا لو حاجة تساعدنا زي الترايكوسكوب هنشوف فيها اليولو دوتس وشورت فيلاس هير وبلاك دوت اكسكليميشن مارك، دي أكتر حاجة مميزة، وترابد هير وأبرايت ريجروينج هير وبيك تيل والبولبينكس كونستريكشن، كل الحاجات دي بتساعدنا ان احنا شور دايجنوزس ان الحاله دي الوبيشيا رياتا، وخاصه في الحالات اللي هي اللي احنا قلنا رير برزنتيشن. طيب الباثو فيسيولوجي اوف الوبيشيا رياتا، زمان كنا بنتكلم على الوبيشيا رياتا في الباثو فيسيولوجي بتاعها ان الوبيشيا رياتا ده انون كوز. تمام؟ وكنا بنتكلم دايما ان يكون جينيتك فاكتور
ليها رول ويتكلم لسيري وحديها. الستريس انفايرومنتال فاكتور ليه رول ويتكلم على سيره وحديها. اوتو اميون ليها رول وليها بيتكلم على سيره وحديها. بس دلوقتي بقي في سيري واحده بتلم كل السيري دي تحت المظله بتاعتها اللي هي اميون بريفيليج كولابس سيري. اول حاجه يعني ايه اميون بريفيليج؟ يعني ايه اميون بريفيليج؟ يعني الاستراكشر ده اميون فروم اميون سيستم، يعني محمي من اميون سيستم، انه الاميون سيستم مش شايفه فمحمي منه. تمام. هير فوليكل از تيبيكالي شيلدد فروم ذا اميون سيستم سيكيورتي فينومينا نوز از اميون بريفيليج. ات از بروتكتيف ميكانيزم مينتين ثرو فيريوس فاكتور زي اللي هنتكلم عليها دلوقتي، داور ريجوليشن اوف ذا ميجور هيستو كومباتيبلتي. تمام. مولكيول اند بريسنس اوف ذا اميونو سبريسيف سبستان. تمام. يعني الهير فوليكل بتحمي نفسها عن الاميون سيستم عن طريق انها بتعمل داور ريجوليشن للميجور هيستو كومباتيبلتي وبتطلع اميونو سبريسيف الحوق ليها، فبالتالي التي سيلز والانفلاماتوري سيلز ما بتتعرفش عليها فبالتالي بتبقى اميوند. وانس حصل كولابس للبريفيليج ده، فقدت الهير فوليكل الفينومينا دي. تمام. بيبتدي يحصل ايه؟ الاميون سيستم بيتعرف الالوبيشيا اريادا كانتيجن. ات ان الالوبيشيا اريادا اميون بريفيليج اتس بيليفد تو كولابس. تمام. اكسبوزنج هير فوليكل تو ذا اميون سيستم اتاك، وبالتالي بيحصل عن طريق اللي هو رياكتيف اوكسجين سبيشيز بروموتنج سيبريشن اوف ستراكشر مولكيول زايل مالندالدهايد ريكوجنايزد باي اميون سيستم تريجرنج ذا انفلاماتوري ريسبونس. يعني طول ما هي الهير فوليكل محافظه على نفسها من الاميون سيستم عن طريق الاميون بريفيليج والميزه بتاعتها فهي محميه او الاميون سيستم مش شايفها. وانس الاميون بريفيليج ده اتكسر فيبتدي الاميون سيستم يهاجم الهير فوليكل كانتيجن ويبتدي يحصل الايه الدستراكشر على مستوى الهير فوليكل. الجينيتك اسوسيشن الجينيتك ستاديز هاف ايدنتيفايد سيفرال لوكاي اسوسييتد اوف ذا الوبيشيا ارياتا زي اوتو اميون ريجليتنج جين وسايتوتوكسيك تي سيل اسوسييتد بروتين 4 جين. التو جين دول ليهم اكتر امبليكيشن في حالات الالوبيشيا ارياتا وخاصه حالات السيفير منهم، ليه؟ انه اكسبريشن بتاع التو جينز دول بيبقى عالي في الناس دول. طيب ايه التارجت سيل بتاعنا في عيان الالوبيشيا ارياتا؟ خلاص، هل الالوبيشيا ارياتا دي ريفيرسبل ولا ان ريفيرسبل هير فولينج؟ ريفيرسبل. تمام. فهنا الاستراكشر بتاعنا هي استراكشر ماتريكس ابيثيليوم في الكورتيكال ديفرنشيشن في الاي انجين فوليكل. تمام. يبقى الهير فوليكل ماتريكس بيحصل دايما في الايه في الانجين فوليكل. خلاص بيحصل ويكنس في الهير شافت وبالتالي يبتدي ايه الهير لوس. طب الاوتو انتيجين ايبيتوب زي اتكلمنا فاكرين النوع اللي هو قلنا ماري انترويت اللي هو العيان بينام ويصحى يلاقي شعره ابيض. تمام. هنا بيجي بقى الايه الدور بتاع الايه اوتو انتيجين ايبيتوب انفولفد اوف اوتو انتيجين ايبيتوب ساتش از ترايكوهيلين انتيروزينيز ريليتد بروتين 2 هاي سجستنج انيشيشن اوف ذا الوبيشيا ارياتا. يعني ايه؟ يعني ده اوتو انتيجين موجود في الهير فوليكل. خلاص وانس الاوتو وانس الاميون سيستم بيتعرف عليه كانتيجين فيبتدي اتاك الانتيجين ده فيبتدي يكسر. طب الانتيجين ده موجود فين؟ موجود في البيجمنتد هير ولا في الايجنج هير او يعني الوايت هير؟ في البيجمنتد هير. خلاص عشان كده الاميون سيستم بيهاجم البيجمنتد هير فبنعيان بينام ويصحى كل البيجمنتد هير كله يحصل له سادنج لوس. وده الحاجه اكتر حاجه مميزه للعيان الالوبيشيا ارياتا انه بيقول لك العيان ده الهيستوري بتاعه قد ايه؟ يقول لك امبارح. تمام. طب الموضوع ده حصل لك قد ايه؟ يقول لك يا دكتور الاسبوع اللي فات. تمام. فدي اكتر حاجه مميزه للالوبيشيا ارياتا السادنج هير لوس. ودايما بنشوفها برده على مستوى الكلينيكال تلاقي على مستوى التحسن بتاع العيان. انت اديت العيان تريتمنت فبتلاقي اول حاجه يقول لك يا دكتور انا ابتدى يظهر لي شعر ابيض. اول حاجه بتتحسن في عيان بتاع الالوبيشيا ارياتا ايه؟ الجري هير. خلاص الشعر الابيض. ليه؟ ان هو ما فيهوش الاوتو انتيجين ده. تمام. طيب اخيرا بيحصل اوتو اميون اسولت. اوتو اميون اسولت زي ما احنا قلنا ان هو اتكسرت الاميون بريفليج الخاصيه المميزه او فينومينا مميزه للعيانين للنورمال بيرسون في الهير فوليكل. وانس اميون بريفليج بريكت اوتو رياكتيف تي سيل زي السيتوتوكسيك دي بوزيتيف والناتشرال كيلر سيل سايتوكسيك تو سي تو سيل. تمام. والناتشرال كيلر سيل انفلتريت الهير فوليكل وبتطلع بقى الميديتور بتاعتها الانترفيرون جاما وانترليكون 15. تمام. ويحصل ايه ريكروتمنت من انفلاماتوري كاسكيد ويتش ليد تو ايه هير لوس. تمام. يعني وانس البريكج الاميون بريكج او الاميون بريفليج عند العيان ده او عند النورمال بيرسون دي حصلت
خلاص فقدت بسبب اي كان الاسولت بتاعه، سواء انفايرومنتال سواء انفكشن زي ما هنشوف، سواء نقص فيتامين دي، العيان ده عنده فيتامين دي في شنسي، تمام، بيبتدي يحصل الكاسكيد بتاع ايه، بتاع انفلاميشن اللي هو ميجور عندنا هنا السي دي 8 والناتشورال كيلر سيل، خلاص، والمين اميونو الماركر او السيتوكاينز اللي عندنا الانترفيرون جاما وانترلوكين 15. طيب ايه الانفايرومنتال او تريجرنج الريسك فاكتور في عيان بتاع الالوبيشيا ارياتا؟ اول حاجه الفيسيولوجيكال ستريس، وده بنشوف كتير في حالات في على مستوى الشغل بتاعنا والكلينيكال، تلاقي العيان يقول لك والله في اول سؤال تساله عيان بتاع الالوبيشيا ارياتا في توتر، في التوتر في البيت في الشغل، لازم تلاقي الموضوع عنده بوزيتيف. ايموشن ستريس ده بيعمل اب ريجوليشن اوف ذا انفلاماتوري ميدييتورز اند اكتيفيت اميون سيستم كونتريبيوتنج ديفلوبمنت اوف ديزيز، تمام. تاني حاجه انفكشن، خلاص، وده اكتر حاجه شفناها في الفتره بتاعه الكوفيد، الحالات دي ابتدت تكتر خالص، وفي ساعات الناس بيحصلهم سيفير انفلونزا فلو وهيلوباكتر بايلوراي، تمام. طيب الدايت اند مايكروبايوم برضو ليه رول ريسنت دلوقتي، ليه رول في اللي هو انيشيشن او تريجرنج اوف ذا في العيان اللي هو جينيتيكالي بيز الوبيشيا ارياتا، تمام. وفيتامين دي ديفيشنسي، ان هو الفيتامين دي المفروض الرول بتاعه اميونو ميديليتور، تمام، في الجسم عموما، يعني مش في حاله الالوبيشيا ارياتا بس تحديدا. فونس الفيتامين دي ديفيشنسي بيبتدي يقل، فده بيبقى بروفوكيتيف فاكتور لايه، للاميون سيستم انه يبتدي يحصل له اب ريجوليشن ويبتدي اتاك الهير فوليكل. طيب عندنا كي اميون بلايرز ان الوبيشيا ارياتا، في عندنا اربع خلايا، اربع سيلز مهمين جدا في الباثوجينيز بتاع الوبيشيا ارياتا. اولهم واهمهم اللي هو سي دي 8 ناتشورال كيلر سيل جي 22 تي سيل، دي زي سايت توكسيك تي سيل الدوميننت فيكتورز انفيلتريتنج ان ذا ليمف ان ذا هير فوليكل، خلاص، وهي المسؤوله عن ايه، انيشيشن اوف ذا اميون ريسبونس، تمام. الخليه الثانيه الناتشورال كيلر سيلز، الناتشورال كيلر سيلز اكتيفيتد باي سايتوكاين انترلوكين 15، وده مهم جدا وهنشوف الرول بتاعه، اند بريك كروشال رول في الباثوجينيس اوف الوبيشيا ارياتا. البلازما سيتويد دنتريتيك سيل دي بتعمل بريدج بتوين الامنيت اميونيتي اند ادابتيف ايه اميونيتي، وبرده بتشارك في الايه في الباثوجينيس بتاع الالوبيشيا ارياتا. والماست سيل عن طريق انها بيحصل انكريزد عددها بيزيد، وبتعمل دي جرانيوليشن للجرانيولز اللي فيها، وبتساعد في ايه في مور اميون ريسبونس في العيانين دول. فالاربع خلايا دول مهمين جدا في الباثوجينيس بتوع الايه بتاعه الالوبيشيا ارياتا. طيب دي صوره توضح الهيلسي هير فوليكل، خلاص، وزود اهي اميون بريفيليج فروم الاميون سيستم، مفيش ولا خليه الاميون سيلز حواليها والدنيا كال، تمام. وانس اميون بريفيليج بريكج ابتدى يحصل ايه الميجر هيستو كومباتيبلتي، وابتدى تيجي الماست سيل والتي سيل والناتشورال كيل سيلز، وكلهم ابتدوا يطلعوا السايتوكاينز بتاعتهم، وابتدوا يحصل ايه التريجرنج بتاعه عمليه الانفلاميشن. طيب دي صوره بتوضح الاميون بريفيليج، تمام، وازاي الهير فوليكل بتحافظ على الاميون بريفيليج انها تبقى محميه من الهير فول من الاميون سيستم، خلاص، انها تبقى جارد فروم ايه اميون سيستم. اول حاجه بيحصل داون ريجوليشن على ميجور هوست كومباتيبلتي تايب 1 اند بيتا 2 مايكروجلوبولين، خلاص، ده بيحصل له داون ريجوليشن اكسبريشن بتاعه، خلاص، وده بالتالي هيعمل انهيبيشن للناتشورال كيلر سيلز اللي حواليها اللي موجوده نورمالي في الدرمس، وتطلع حاجات اميونو سبريسنت واميونو انهيبيتوري سيجنالز زي الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا 1 والماكروفاج مايجريشن انهيبيتوري فاكتور وترانس فاكتور ترانسفورم جروث فاكتور بيتا 2. الحاجات دي بتعمل تبقى اميونو سبريسنت، تمام، للاميون سيستم اللي موجود في المنطقه دي، فبالتالي بتبقى الهير فوليكل محميه من الاميون سيستم، تمام. وبرده الاكسبريشن بتاع السي دي 20، تمام، اند فازو اكتيف انتستينال بولي اي بيبتايد، برده دول بيليهم رول ان الانهبيتوري سيجنالز لمين، للاميون سيستم، خلاص. طيب ده بقى الشكل بتاع خلاص حصل ايه اميون بريكج للايه للبريفليج بتاع الهير فوليكل، فيبتدي يحصل بيبتدي احنا قلنا بيحصل على الليت انجين فوليكل، بيحصل بري فوليكولار انفلتريشن للانتيجين بريزنتنج سيلز، تمام، واللي هم سي دي 4 وسي دي 8 تي سيل. اب نورمال اكسبريشن اوف ميجر هيست كومباتيبلتي اللي احنا قلنا في النورمال بيبقى فيه داون ريجوليشن للميجر هيست كومباتيبلتي تايب 1 اند تايب 2 مولكيولز.
وبالتالي بيحصل ايه مور انفلتريشن للسي دي تي، لان احنا قلنا الميجر اميون معلش معلش دقيقتين بس اللي بيحصل ان احنا قلنا الميجر اميون سيلز في الانفلتريشن بتاعه الايه الهير فوليكل، نتيجه الخلايا الكتيره اللي ابتدت يحصل لها انفلكس حوالين الهير فوليكل وجوه الهير فوليكل بيطلع السيتوكاينز اللي هو انترليوكين 15 وانترليوكين 2 وانترفيرون جاما، دول بينشطوا باسوي اسمه جاك ستات باسوي على مستوى الهير فوليكل وعلى مستوى الانفلاماتوري سيلز، انهم يبتدوا يشتغلوا الاثنين بدل ما الخليه بتطلع السيتوكاينز بتاعتها وبتقف، لا دول بيبقوا ايه زي الماتور اللي بيخلوا السيلز او الانفلاماتوري سيلز دي تطلع مور سيتوكاينز زياده، وبالتالي مور انفلاميشن زياده على مستوى الناتشورال كيلر سيل جي تي 2 اللي هو ناتشورال كيلر سيل ريسبتور 2. تمام، ده اللي بيحصل لما بيحصل بريكج للايه للاميون بريفليج على مستوى الهير فوليكل. زي ما احنا قلنا ادي الخلايا الميجر هوست كان بتويت حصل له بدل ما كان في داون ريجريشن حصل له اب ريجريشن. تمام، ابتدى يحصل له اكسبريشن بشكل كبير ناتشورال كيلر سيل بتطلع السيتوكاين بتاعتها اللي هو انترلوكين 15 وانترلوكين 2 وانترفيرون جاما اللي بيبتدوا يشتغلوا على الجاك ستار باسوي وبتطلع الانفلاماتوري ماركرز زياده في الانفلاماتوري سيلز نفسها. تمام، طيب ده الباثوجينيسيس والامبليكيشن بتاعه على مستوى الهير فوليكل وازاي حصل. طيب ايه بقى ريسنت تريتمنت في الالوبيشيا ارياتا؟ طبعا احنا كلنا الالوبيشيا ارياتا عارفين التريتمنت بتاعها بدايه من التوبيكال ايريتانت واللي اتكلم عليه الدكتور هيثم الاميونوثيرابي والمينوكسيديل والاورال استرويد والسايكلوسبورين مرورا بالانترا ديرمال انجكشن اوف ذا استرويد في عيانين الالوبيشيا ارياتا. تمام، بس في بعض الحالات برضو ما حصلهاش ما بيحصلش ريسبونس زي ما قال الدكتور هيثم، مش كل الحالات بتستجيب لكل الايه التريتمنت. طيب احنا هنا الريسنت تريتمنت في الالوبيشيا ارياتا اللي هو الجاك انهبيتور، كان الجاك انهبيتور كان بدايه الكلام عليه زي ما قال الدكتور هيثم كان بدايه من 2012. تمام، بس هو ريسنت اللي هو ابروفد في 2021 تمام معلش يا باشا 2021 كان خلاص اف دي ابروفد. نعم ديتين بس يا باشا اف دي ابروفد، هو الوحيد اللي بي اف دي ابروف الباراسيتينيب. تمام، وفي كان استخدامات لي للاورال جاك انهبيتور على مستوى الروكسليتينيب والتوفاسيتينيب وكله، بس كان اف لوبل مش ابروفد. تمام، وفي حاجات برضو بجاك برضو مكيور من جاك انهبيتور لسه اندر ريسيرش. طيب الكلمتين بس على باراسيتينيب ان هو ريسنت تريتمنت في الالوبيشيا ارياتا ابروفد سنه 2022 من الاف دي ابروفد والاوروبيان ميديكال اسوسيشن. خلاص الباراسيتينيب سيلكتيفلي انهبيت جاك 1 اند جاك 2، دول كان ليهم رول مهم خالص لما زي ما قلنا ان هو الحاجه اللي هي بتعمل الماتور اللي بيخلي الخليه عماله تطلع انفلاماتوري ماركرز ما بتوقفش. تمام، طبعا ليه هاي افينيتي للجاك 1 والجاك 2 اكتر من الجاك 3 والتيروزين كاينيز. باراسيتينيب هاف لي الحاجه الوحيده او الفورمات الوحيده متوفره ليه اللي هو اورا باي اريفيتي يعني بتوصل لحد 80% وبيحصل له ميتابوليزم عن طريق السيتوكروم 3A4. الهاف لايف بتاعه 12 ساعه و75% من الدرج بيحصل له اكسكريشن عن طريق اليورين، 20% عن طريق الفيسز. طب الميكانيزم اوف اكشن اوف ايه الجاك؟ خلاص احنا مش كسبنا من كلام كتير، هنتكلم على مستوى الصور. طيب دي الخليه بتاعه السي دي 8 تمام اللي احنا قلنا مهمه جدا في ايه في الباثوجينيز بتاعه الالوبيشيا ارياتا. خلاص فبيبتدي يحصل احنا قلنا بالجزء اللي بره ده، خلاص ادي الخليه الممبرين بتاعها وادي الجاك الريسبتور بتاعته موجود ايه على مستوى ايه على السيرفيس بتاع الخليه، فبتبتدي الانفلاماتوري سيلز تطلع انترلوكين 2 وانترلوكين 15 والترانسفورم جروث فاكتور وانترفيرون جاما، تبتدي تمسك في الريسبتورز دي فبتبتدي تنشط الجاك. الجاك بينشط عن طريق بيحصل له ايه فوسفورايزيشن للجاك وبينشط لتو مولكيولز موجوده اسمهم ستات، كل واحده بتبقى وحدها في الخليه في السيتوبلازم بتاع الخليه. وانس حصل لهم اكتيفيشن عن طريق الفوسفورايزيشن للستات ده بيبتدي يكون الجاك ستات. خلاص الجاك ستات يخش الخليه النيكلوس يطلع انفلاماتوري ماركرز زياده اللي احنا قلنا عليهم ترانسفورمينج جروث فاكتور والانترفيرون جاما وانترليكون 15.
طيب دي الباص ريليز بتاعه الالوبيشا اريات زي ما قلنا بدايه من السيتوكاين ريليز تمام، ويبتدي يحصل سيتوكاين ستورز على مستوى السيتوكاينز. يجي بقى الدور بتاع الجاك ستات بيقفل الخطوه بتاعه ايه اللي احنا قلنا الموتور اللي بيبتدي يطلع مور انفلاماتوري سيتوكاينز. الكونسنتريشن بتاعه الباراسيتينيب افيلبل ان ذا ماركت في 2 و4 ملي جرام، في الاطفال بنستخدم 2 ملي جرام بير دي، في الادلت بنستخدم 4 ملي جرام بير دي. اند ثانك يو.